دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. عواشركم مبروكه ورمضان مبارك سعيد. اليوم بغيت نشارك معكم في هذه العواشر، بغيت نشارك معكم الدجاجه ديالي كما تيبان لكم. الدجاجه تقريبا فيها 1.5 كيلو، كل واحد على حسب افراد الاسره. خديتها من بعد ما مغسوله، راه كتعرفوا البنات كتغسلوها بالحامض وبالملح مزيان، ولو كتعاد تحمر كتزيدو ثاني تغسلوها ثاني بشويه الهريسه باش كتجي فيها لوكو، ما تجيش حاره، كتجي لوكو ديالها زوين وبنين وشويه سكنجبير. من بعد ما غسلتها ونشفتها مزيان كما تتبع لكم، انايا شديتها عاد نوريكم كيفاش عاد نعمرها. باغي ندير لها حشوه، الحشوه ديالتها رائعه البنات، بنينه بزاف، ما نعاودش لكم، غزاله غزاله. وانا باغي نديرها صحيه، عاد نديرها بخره ومن بعد عاد نحمرها. تابعوا معايا المراحل. عندي هنا كما تيبان لكم فيغميسال باش عاد ندير الحشوه. من بعد ما سلقتها وصفيتها بحال هكا وقطعتها، عندي هنايا الكبده ديال الدجاج، هي مقطعه صغيره. عندي هنايا العطريه، هنايا شويه الحار او الهريسه، هنا دامة الزعفران او الزعفران شعره، هنايا القزبر اليابس مطحون، هنا المروزيه ديال الدجاج، شويه سكنجبير، شويه الخرقوم البلدي، شويه الابزار، شويه الملحه. ما تنساوش بان راه كاين الحامض المصير مالح واصلا غاسل بالملحه، اذا حاولوا بالملحه تقلوا الملحه. هنا الحامض مصير، هنايا كما تبان لكم الزيتون مقطعه صغير، هنا الحامض عاد نعصر منه شويه. هنايا المعدنوس حاولت باش ندير المعدنوس كنغلبو على القزبر وما قويش، كندير غير شويه على حساب الحشوه باش ما يبانش لنا فيها الربيع بزاف. وهنا الثومه، جوج فصوص ديال الثومه اما بودغ او جوج ثومات محكوكين. بسم الله عاد نبدا معكم، عاد ناخذوا المعدنوس والثومه ملولين، عاد نضيف ليهم القامة ديالنا، الهريسه، الهريسه بطبيعة الحال على حساب الذوق. انا كتعجبني الهريسه في الدجاج، كتجي زوينه وما تجيش حاره البنات، ما تخافوش منها، كتجي هذاك لوكو ديالو، كتجي البنه ديالتها زوينه. كما تيبان لكم البنات عاد نشد الحامض، عاد نعصر منه شويه حيت عندي حامض مصير. عاد نضيف شويه الماء باش نخلط، ضفت شويه السمنه البنات هو هذا، وعاد نخلط الكل، ضفت شويه الماء باش نخلط. دابا عاد نخدمه بيدي، غنشد الدجاجه ديالنا عاد ندير ليها كما تيبان لكم البنات، درت ليها من الصدر ديالها شديت موس ودخلت، ودابا عاد ندخل العطريه في هاد قسم الصدر بحال هكا باش يدخل فيه الطياب، ودخلوا فيه بحال هكا هاد الاقامه. راه عندي البنات فيديو ديال الدجاج محمر بلاصوص ديالو، هذا عاد نديرو ناشف مرافق للسلطات، وعاد نبخرو في الكسكاس. دخل هنا مزيان، هنايا نبل الفخودة، كما تيبان لكم البنات عاد نشد الحشوة بوحدة، عاد نضيف ليها هاد الكبده اللي مقطعه، وعاد نضيف ليها الزيتون والزيتون مصير. ناخذ من هاد الزيتون مصير باش نحطو هنا، نحطو في هاد العطريه، وعاد ناخذ من هاد العطريه اللي عندي هنايا هو باش عاد نخلط، ناخذ واحد شويه باش نخلط. ديروا على حساب الكميه اللي عندكم بالنسبه للقامه ولا
فيغميسيل ولا الكبده ولا ديروا على حساب شحال عندكم، شي دجاجه جوج ثلاثه على حساب شحال عندكم. من بعد ما خلطتو مزيان عاد ندخلو في الدجاجه ديالنا، عاد نخدم بيديا نطبع الحل. ما تيبان ليكم نحاول باش نعمرها مزيان، ندخل داخل. راه فيها واحد الرائحه البنات ما شهيتكم فيها، فيها واحد الرائحه غزاله ما شاء الله. كما تيبان لكم البنات انايا خيطته من بعد ما عمرته مزيان، درته بالكوغدو، هو هذا كما تيبان لكم كوغدو باش خيطته. او ديروا الخيط، ديروا الخيط وتشدوا ليه الرجلين مع الفوق باش تزيروا باش ما يخرجش لكم الحشوه ديالو. صافي انا خليته مرقد، دابا عاد نخليه مرقد بحال هكا وعاد نخليه حتى من بعد ان شاء الله بما شرب لقمه ديالو. انا دابا الصباح وانا محتاجاه في الفطور، اذا حتى العشيه عاد فنعاود نديرو يتبخر بما شرب لينا هذيك العطريه ديالو. وان شاء الله بقاو معايا تشوفوا النتيجه النهائيه. كما تيبان لكم البنات هو كدرتو كيفور، عاد نديرو عليه الصدر ديالو، عاد نقلبو عليه الصدر ديالو بحال هكا. درت واحد شويه البصله لتحت غير باش تعطي داك لوكو ديالها. ها هو درت على الصدر ديالو وعاد نخليه حتى يطيب. من بعد عاد ندهنو اما بالحار بالهريسه او بالسمن او بالزبده على حساب الاختيار نتوما شنو كديرو، باش ندهنو ونديرو في الفران يتحمر. وبقاو معايا كما تيبان لكم البنات المشاهدين ديالي المتتبعين للقناه ديالي، نتمنى لكم الخير ان شاء الله وعواشركم مبروكه. شديت الدجاج ديالي من بعد ما تبخر وطاب مزيان، شديته دهنته بالهريسه ودخلته الفران تتحمر ليا مزيان. رافقته بالسلطات كما تتبان لكم متنوعه، كاين هنا البالبا، هنايا اللوبيا هذاك الرقيقه شحرتها حتى هيايا ودرتها بالعطريه، هنايا البطاطا بحال هكا كما تتبان لكم، هنايا لي باتا مويا راهم دايرين سلطه. كما تيبان لكم خيزو، كما تيبان لكم الانواع ديال الخضر باش يكون تنوع في الاكل. هنا شديت العنق وكل ما يخص اللي كاين في الدجاج شديته. شوفوا لاصوص البنات كي خاطره كتتبان لكم خاطره غزاله. شديت هذاك العطريه اللي بقات ليا من الدجاج من بعد ما عمرته، من بعد ما درت الحشوه ديالو شديتها، درت معاها ضفت ليها جوج بصلات في كوكوت وقطعت كما تيبان لكم بحال هكا وصافي، وسديت عليها كوكوت وخليتها بحال هكا تجي خاطره باش اللي باغي ياكل بحال هكا بلاصوص ديالو ياكلو، ما بغاش ناشف يدير بلاصوص بحال هكا. جاتني هذه الفكره صراحه زوينه وجات لاصوص غزاله ما نعاودش لكم كتشهي غزاله، وصراحه الحشوه رائعه. هنايا درت كما تيبان لكم، هنايا درت الحامض مصير وعمرته بالهريسه. نوريكم الحشوه الداخل ديال الحشوه كما تيبان لكم البنات، ها هو الحشوه ديالنا، ها هي كما تتبان لكم جات رائعه، ها هي كما تتبان لكم. شوفوا الحشوه جات رائعه رائعه، واحد الرائحه عليها ما نعاودش لكم، جات غزاله ما شاء الله. ما تنسونيش البنات من لايك وابوني، واي متتبع ومتتبعه مرحبا بكم في القناه ديالي، لاول مره كيدخل يدق على الجرس باش يوصل الجديد. وما تنسونيش من لي كومونتير زوينين بحالكم يا احلى متتبعين، واللي كيدخل اول مره يدق على الجرس ولايك لايك لايك البنات لايك لايك لايك. نتمنى لكم الخير ان شاء الله وعواشركم مبروكه. انا درت هذا الطبق كفي العواشر باش يفرحوا وليداتي والاسره ديالي، ونتمنى لكم الخير ان شاء الله. وسمحوا لي المحميات نتمنى لكم الخير باذن الله. مع السلامه، الى فيديو قادم ان شاء الله.